يعني ذكرتني بمقولة تكاد تكون قانونا محليا رودانيا، وهو أنه من لا يلعب الدقة فلم يترودا بعد. لا يمكن أن نطلق على إنسان كلمة دقائق إلا إذا كان مدققا فيما يفعل. نعم، مدققا في الإيقاع، مدققا في كلامه، رصين. نعم. ها؟ نعم. مدققا في كل أعماله. حتى في قنصه. نعم. لأهدافه في الحياة. نعم. وليس مجرد الصيد أو القنص. نعم. إنما قنصه لأهدافه ولفرصه. نعم. نسميه دقائقي. وحتى الرامي. نعم. الرامي في الحرب. نعم. في الفروسية يسمى. نعم. بدقائقي. نعم. إذن دقائقية هم الرومات. نعم. هم المزنية. نعم. لما نقول بهذه العبارة الموسيقية. نعم. هم المزنية، هم الذين يدققون إيقاعه. هناك بيت شعري يقول فيه دقائقي: وصوت الدقة صوتها معلي، ملاها معلم دوقي وفي نفسي. أسمعت في لفسي؟ معلم دوقي وفي لفسي. كلمة في لفسي هي محرفة عن فلسفي، أي حكيم. حكيم، فيلسوف. نعم، فيلسوف. دمنا حكيم. نعم نعم. وإذا غيكون رائع إذا سمعناها في الدقة تغنى. وهذا البيت واش جديد ولا مضاف ولا في العيط القديم؟ لا، هذا موروث منذ القديم. إذا من الأجود أن نسمعه في احتفال الدقة. نعم، بدون شك.